اهلا بكم اصدقائي بحلقه جديده من ذا لاست اوف اس بارت 2. تمام، بس نكمل. طبعا اصدقائي، اخر مره وصلنا هنا كنا نروح نجيب السبلايز مال الاسعافات، نفتش المكان على سريع. كل شيء كامل عادي، ما احتاج اي شيء. فتش المكان بسرعه. اكو هنا شغلات بسرعه. لا ماكو شيء، خلاص. شو اسمها الغرفه؟ اتريوم الفيتور اكسس. صراحة ما ادري شنو انتظرنا، بس نكمل ونشوف. سيرجري تراما. لا يعني ما اتوقع الموضوع اكو انفكتد، بس موضوع شو اسمه. طبعا اكو نزلة، بس خلينا نشوف. هاي الغرفة الرئيسية، نزلة لو هاي. اكو منا نزول درج، بس منا اتوقع اكو مكان جانبي وحطونا لمكان جانبي. اتوقع نحصلنا سلاح او شي، بس خلنا نحذر. ماكو شي مضمون صراحة. لا ماكو انفكتد، لما كان مع جنود مستحيل يكون بي انفكتد، بس احتمال نواجه جنود او شي يعني. ناس ميتة. رسالة هذا الشخص الميت، جيك سكوت بوتوي. ذول أشخاص تحولوا وماتوا. بعد خلينا نشوف إذا اكو شيء مهم بالمكان على سريع. لا لا، هذا هو، خلاص خلص المكان. بعد مكان كان بس بيه رسالة وأغراض، مكان جانبي مبين. اتوقع اني اكون انفكتد، بس اكون ممكن جنود يعني يحاصرونه او شيء، ما اعرف صراحه. ما ادري، معقول اكون انفكتد بمكان بجنود؟ مو من الطبيعي هذا الشيء الحكي. زين زين، هسه نشوف مين لازم ننزل. اكون نزله هنا انا، لا سكيل من ننزل منه او شيء. دايركتوري هنا، مصعد هنا، شعدنا باب هنا. أنا هنا ماكو غراض. intensive care unit. تقول أكيد مغلق، ما راح يكون الموضوع هلقة سهل يعني. أتوقع هي الغرفة مال surgery يعني، فالموضوع أكيد نزل منه. أكو هنا ناس هواي ميتة، نكون حذرين. أكو ناس متحولة وميتة، فاحتمال يكون أكو انفكتد يعني. لا هو ما طول مكان اظلم يعني انفكت، ما بيه مجال. كنا غرفة مال ناس مريضة، بس خلنا نحذر شوي صراحة يعني. زين شنو ينتظرنا صراحة ما ادري، وضع ما يطمن. ما بتشلبونا بالانفكتد يعني، الناس الانفكتد شنو قوية ما ادري، بس خلنا نحذر. هاي الطلقات الزايدة معناتها وراها اشياء مو شي واحد. نلقم السلاح بسرعة. زين زين، خلنا نشوف شنو اكو بعد، بس خلنا نحذر. اكو رسالة هنا. بعدين نقراها. طلقات سلاح. ناش فتشنا المكان زين، ما بشي بعد، خلاص. بس خلنا نحذر، لان صراحة ما ادري شنو ممكن ينتظرنا يعني. لحد الان ما ادري. اكو شغلات هواي زين. صوت شي غريب. أصوات، أصوات أشياء غريبة، مو شي غريب. المشكلة مو وياي الولد، بس أنا بوحدي هالمرة راح أكون شوي. خلي التجربة مو سهلة. خلي أتأكد من السكاكين، خلنا السكاكين نحتاج صراحة. خلاص هذا هو، السكاكين مهمة حال أحد هاجمنا. والله ما أدري مين نتوجه ومين. The trauma center is gonna be in there.
بس احنا نزلنا من فوق، ان هذول ما ادري شنو الموضوع، هم ميتين جثث لقينا صندوق You fought the good fight. صارت هذا الشخص الميت. الموضوع ما يبشر بالخير على فكرة، لازم كلش نحذر. هذا المكان جانب اعتقد هم هاي السبلايز كلها وراها، مو شغلة واحدة وراها اشياء صراحة، يعني السالفة مو سهلة. نصنع طلقات شورجان هاي المحترقة، بس خلنا نحذر كلش نحذر لازم. كنت اسمع اصوات، بس اذا اسمع اصوات او اذا اسمع اصوات هي ما في مجال. طب لهنا ونشوف شكو، بس هي اكيد اكو اشياء. سبورتس، لا 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 لا، يعني انفكتد مليون بالمية صراحة. أظن من الانفكتد، خاصة إذا بحدي. أحس بحركة، كوشن راعي صوت هالأشياء. أنا متأكد هذا الميز، ما أتوقع ما بي أحد. لا ما بي شي، هذا زين. قد أكو جامب سكير، طبعا أكو جامب سكير ده جايتني ما أعرف ليش. كان مرعب بطريقة سيئة. مشكلة مو بحدي، ماكو مشكلة بس بحدي. والله هي مو سليمة، كلش مو سليمة. هذا الهدوء ما يعجبني انا يعني. الهدوء كلش مو لطيف. توقعت والله انفكت الموضوع لازم، بس لو جاي ذاك الطفل ماكو مشكلة. كأن الموضوع ناقص رعب بعد، يعني حتى ينطفي الضوء وهيج اشياء. راهن رهان كامل، راهن رهان كامل على هذا الموضوع، انه هذا اللي بالحايط مو شغلة عادية. ستالكر وراه، نحاول شوي نستكشف المكان عن بعد نحاول يفاجئنا. ادعس هذا ستالكر، ستالكر هذا مو، لا من بينه بصراحة. ليش نكون واضحين؟ لا لا ما توقع ستالكر، لا ما مبين، لا لا مو ستالكر. زين come on give me something not a has to be something around here. لازم نلقى دواء هنا، يعني هاي مالي يخلونا نطلع ناخذ الدواء ونطلع هيك بسهولة؟ أكيد لا، أكيد ما راح يسوون هذا الشي ويانا. المشكلة أنا بوحدي، هي هاي المصيبة. والسبلايز هذا يعني وراها شغلة ثقيلة، كباب منها طبعا.
هي على فكرة كلش مو سهلة، أصوات مو مريحة. بعرف هنا اكو ستالكر، اشي يبين بين اكو ستالكر والله. افاجئ وقت لقب اللي يهاجمني، وضعية مخيفة ترى كلش. حبيبي كأنه السالفة ناقصة، اكو بيبان هواية مو باب واحد، بيبان بس ما اريها الصح وياها هو المفروض. بيبان ومداخل ما ادري ايش راح يطلع من منه، ما ادري ايش راح. الوضعية مرعبة كلش. يمكن جيت بيه من البداية مو؟ surgery great surgery. بس قبل لا اطب للسيرجري خل اشوف اكو غرف هواية مو غرفة واحدة والله. مش المكان مرعب. والله السالفة مو مريحة ابدا على اي حال. السالفة تخوف والله كلش. مشكلة الوضعية مو سهلة على اي حال، لازم نحذر كلش وننتبه. الوضعية ابدا مو سهلة، الوضعية مرعبة. طبعا هي الغرفة المطلوبة هي هاي، بس اكو غرف ثانية ما اعرف شنو موضوعها. هنطبلها ونشوف، لان جزء بيها خزنة بيها شي ما ندري. هي هاي الغرفة المطلوبة السيرجري، بس احنا اكو غرف وما نعوفه. يعني مشكلة صعب حتى ينمشي، لان زين هنا اكو باب. شنو هاي؟ اكو فتشي ورا الباب، الباب مسدود بس اكو فتشي وراه غريب عجيب، صوته مو طبيعي ما سامعه قبل. زين خلصنا من هالباب، اكو بعد باب جاه ثانية، بس خل نحذر. زين شنو هاي؟ هنا شنو اكو؟ نقدر نطب منه ونكسر الجنب. ما تقول لي هاي. اوكي اتوقع هذا الشيء. شكو بهذا المكان؟ اكو غراض بس تقول لي هذا الشيء. ما تقول لي هنا هذا الستالكر مين موجود؟ لا مكسورة جمجمته اصلا. ما ادري شنو تجارب مسوين، ما ادري شنو موضوع هاي الناس. كل هاي شغلات فل. ورقة؟ لا هذا شخص تارك ورقة، مين تارك ورقة؟ هم شخص كاتبها. ادري ما يحتاج الهنت، ما يحتاج الهنت اصلا، بس الباب اللي حاولنا نفتحه ولقيناه هيج معناته وراه شي. اتوقع اكو بعد باب، اكو بعد باب انا متأكد. اي هاي الباب اتوقع هي مسدودة مو؟ اي مسدودة هاي الباب. خلاص هسه بعد نروح للسيرجري، تأكدنا من البيبان، تأكدنا ايش تحتاج. بس ورا هذا الباب يعني اكو شي مو سهل. عموما هو هذا الباب اللي نفوت له المفروض مكان السيرجري، بس اللي ينتظرنا شي مو طبيعي مو عادي ابدا. إذا ستيلث أتاك يفضل، إذا ستيلث أتاك يفضل.
كان عندنا حل ثاني يعني. نجهز الشوتجان. لا هاي ورا الباب ذولا زين. والله عباية توقعتهم كلش يمي. زين نفتح هاي الباب، نفتح ذيك الباب. شنو هالبيبان ما تنفتح الا لازم باور. نحضر الشورجان. هاي ستالكر. انا اكون كل شي ما افتهم اذا هذا مو ستالكر. دجل كان اسمع صوت الاطلاقات بس ما تقدر تجينا، الباب مسدود. توقعت هذا ستالكر مبين. قلت يعني كل شي يصير. اجواء الرعب بابي بهواية فرق عن شو اسمه، بهواية فرق عن الي. الي اقل بهواية فرق يعني. اكو شي هنا أنا رسالة او شي. رسالة من شخص. بس لو جاي احد ما عندي مشكلة، بس المشكلة بوحدي. كائنات غريبة هواية وراح نحظى باشياء كلش لطيفة. بس لحد الان بيبانهم مسدودة، بس وراها ورا البيبان مسدودة شكو. خلينا على الشوتجان صراحة، لأن زين البيبان شنو ريكفري. زين تفتح البيبان ولا لا؟ هاي كلها تحتاج باور البيبان. كلها تحتاج باور. بس من راح تنفتح البيبان راح تصير الوضعية صعبة عليه. يعني ذولا كلهم راح يتحررون، البيبان راح تكون مفتوحة. بس أول ما أرجع الباور قلتلنا هذا هنا أنا. نحضر سلاحنا، ما ندري صراحة شو يصير. بس لحد الآن وضعي أمان لحد الآن. بس لحظة، مين حجيب الباور أصلا؟ سبلايز. هاي غرفة السبلايز، هي الغرفة المطلوبة. جنريتر لازم نلقاها مكان معين. وين ممكن تكون جنريتر؟ هذا قبل الهند، نتأكد نشوف احنا نعرف المكان لو لا. الوضعية مو سهلة. البيبان كلها مسددة. هاي الغرفة شنو؟ شفناها مو؟ شفناها. وهاي الغرفة ما بيها جنريتر. يعني شنو معنى هذا الحكي؟ هذا الجنريتر مو بهذا المكان 100%. الجنريتر مو بهذا المكان. بس شيلي فوق ما انتبهت الا انا بهذا المكان. اها هنا أنا. بس لحظة هنا ما اكو انفكتد. لا لا He's Levin here. Or Manny. Yeah, Manny. Manny would be great. زين لازم نحضر كلش. صوت هالكائنات كلها نيت باور، كلها نيت باور. نحن هسه بأمان، بس ينشغل الباور الموضوع بعد ما حيكون بي اي نوع من الأمان. الوضعية حصير صعبة.
قذائف حارق، هاي الشغلات هواية وراها قتال وقتال، مو بالسهل بالثقيل كلش انه طفر سلاح. بنزل شي خلصنا هسه، ورا ما راح نفتح جنريتر المصيبة راح تحل فوق روسنا، لان كوما اشياء راح تتحرر وهي صار صعبة. هذا الشيء يعني البيبان كلها راح تنفتح. يا حبيبي خلنا نستعد للمفاجآت. شنو هاي اللحظة؟ سجت الكهرباء بالاماكن هاي، بس هذا معناته شنو؟ معناته ان كل هالاشياء الكائنات راح تتحرر، يعني البيبان كلها صارت متاحة تنفتح، فلازم نجهز اسلحتنا على المضبوط والا راح نخسر هواية. بندقيتنا جاهزة، مولوتوف قنابل. والله خلينا على الشوتجان حاليا، او خلينا على طلقات الشوتجان العادية، لان اكثر 7 طلقات من نحتاج تحترق ذيك ناخذها نبدل، بس لازم نكون حذرين لان الفليكرز بكل مكان صاروا. بس هذا الباب انفتح، هذا الباب شكو وراه ما ندري لهسه. الكارد بكل مكان. حبيبي وكأنها ناقصة. اهلا اهلا. 3 وعساس كانت ناقصة يعني. حبيبي على 3 بخطة ذكية بالقنبلة ودمرناهم. That should make things easier. And where the fuck are these medical supplies? استعدنا 4 طلقات. بس لازم نحذر صراحة لأن الوضعية ما تصير سهلة. مو سهلة. بس لحد الآن احنا أمورنا تقريبا اوكي. ما كملت تويت الحين يمكن. حبيبي بس لا اتوقع الموضوع سهل لان اكو اكيد اكو بعد، لان بس هذول طبوا بس 3. لازم نجهز القنابل ونجهز كل شيء. قنبلة خلينا نجهز اذا ما نقدر نصنع بعد. ايش كم باب اكو بس ابدا اعرف. حبيبي بيبان سبلايز، المكان المطلوب هو هذا باب السبلايز. ها رجعت هاي المكان الرئيسي. هاي شنو؟ ريكفري. لا نتوقع سهل سهولة. لا نتوقع شي سهل ابدا. اهم شي ماكو كليكرز. نشوف نتأكد إذا أكو ممكن ستالكر يكونوا موجودين، لازم نحذر من السالفة. والله شكله ستالكر. عرفت إنه ستالكر قذر، بس لو يبطل هاي المفاجآت السيئة مالته. هذا الستالكر كارثة، بس لو يبطل هاي المفاجآت. باعوا هاي الأماكن قبل لا تطبون السبلايز مالتنا المطلوبة،
طب هاي الأماكن ناخذ منها أشياء مهمة. بس ذاك الباب اللي كان بيوراه صوت غريب، شكو وراه ما ندري. زين اوكي، مسدس نقدر نعتمد عليه، خلصنا لأنه تقريبا المسدس لازم نحذر كلش. زين الباب اللي ردنا نفوت منه هو ذاك الباب هذا، ريكفري هو الباب نفسه هذا. نهاية هذا المكان كانت، اي نهاية هذا المكان ما في شي. زين هذا الباب طبينا منه، هذا المكان شنو طبينا بيه؟ ما بقى عندنا غير السبلايز بعد، اللي هي اخر باب، بس هم لا نتوقع قليل. اكيد ضامين مصفطينا في خاخ معدلة، بس خلينا نتأكد المكان امان. يلا هاي زين، مكان امان. اه جيد، سبلايز هم فارغ، بس هم فارغ السبلايز. وين المفروض بعد القاها؟ شكلها بذاك الباب الرئيسية، شكلها هيج. السبلايز كلها فارغ. طبعا خل استخدم الهيلث لانه عندنا هنا هيلث ناخذه، انا كنا هنا هيلث كامل ناخذه. كسر الجام، طبعا انتبهوا من تكسير الجام، هم تحصلون منها شغلات، تملون الشغلات الموجوده بالجام، شغلات مهمه صراحه. لحد هسه احنا اوكي، يعني لحد هسه الموضوع مو كان بديش الصعوبه، بس كان اكو جامب سكير قوي صراحة علينا. بس هنا ما لقينا، بس لازم نرجع للرجهة الرئيسية. الرجهة الرئيسية واللي هي صايرة من هناك، هاي الباب ما شفناها؟ ما شفناها لا. هذا مكان فتناه فتناه فتناه، ما يحتاج. فتناه هذا المكان ولا لا؟ ما احنا كنا بيه لو رجعنا للواجهة الرئيسية لو شنو ما ادري. خلينا نحضر كل الزين. هاي شنو؟ اكو شي، هاي الغرفة اللي قلنا كبيرة عليها، اكو شي كلش ضخم بطريقة صعب تنوصف، كسر هذا الباب بس انفتح، ذوبه. طبعا انا متأكد هذا شنو؟ شنو هذا؟ شنو اللي طالع من هالغرفة؟ بس ممكن اعرف شنو مقدار قوته؟ هسه ما نعرف، الوضعية صعبة يعني، تفائل زايد، ما نعرف شنو اللي طلع من الغرفة وش قد حجمه اللي سوى هالفجوة كلها. هذا الشيء غالبا طب هنا، دخل هنا كسر المكان، يعني همزين هو مو هنا. أنا فات من ذاك المكان ودمر الدنيا. لا لا ما اقصد هيك، اكيد المكان فتنا ولا فايتين. اي خلنا نحضر كل الزين، هاي ما باقي شي هنا. لا هاي احنا جينا منه، هي ما غير هذا الطريق بعد. شكو ورا هذا الباب؟ الشي اللي يفوت منه مو طبيعي. تقول منو اللي سوى هذا الشي كله؟ شنو هذا الشي اللي ممكن يكون سوى هذا الفجوة والدم وهاي التفاصيل كلها كلها؟ شغلات خوف صراحة، خايف ندخل بس يلا. أحس الشي اللي راح نواجهه شي ما راح يخطر على بالي، شي جديد. هاي المقدمات كلها مقدمات، هاي بالعادة
ان شاء الله تخوف صراحة، ان شاء الله تخوف تخوف كلش. ما توقعت الموضوع حيكون بهالقد صعوبات. جابتنا السبلايز، بس انا متأكد الشي هذا اللي فات شي مو عادي، شي ابدا مو عادي، ابدا ابدا ابدا، شغلة عبر مستوى العادي صراحة. ما ادري شنو ننتظرنا، بس مكان واسع مثل ما نقول، ممكن يكون حبيبي وكأنه السالفة ناقصة. والله ما ادري اصلا هو من هناك، هو من ناحية اكو شي، هو اكو شي، هو مو اكو شي، لا هو اكو اشياء. ما ادري شنو بالضبط اللي قاعد ينتظرنا، نعم شنو قاعد ندور ما ادري. صراحة جرعة الرعب القوية هاي يمكن اكثر مرة ما اجي جرعة رعب قوية بهذا المستوى العالي. لازم احضر كل الزين على الاقل. هنا ماكو شيء، لحد هنا ماكو شيء، لحد هنا كل مايه واصله لهنا. هذا المخلوق كأنه ما اعرف يعني حركته بطريقه، اتوقع لازم نرجع لمكان الاسعاف، بس لازم نحذر. وضعي ابدا مو سهله. اتوقع شي سهل. لا ذاتس جود ما اعتقد، بس اسفالين هواية. لقيناها، ما طول لقيناها يعني، هذا الشي خاطر غالبا راح يطلع. هذا الشي يعني تعودنا عليه بالالعاب. ماذا توقعت؟ هذا الشيء تعودنا عليه بالألعاب. فتشي مو مسبوق. شنو هذا؟ شنو هذا؟ لا لا لا. شنو هذا؟ شنو هذا؟ صيغة التحول. صيغة التحول ما ادري من جاي. لا 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 لا. اه شكرا شكرا. شنو هذا؟ شنو هذا؟ من هذا؟ لا 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 مو من وجهه، ما اعتقد من وجهه. والله ما ادري منا لو منا. بسرعة 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 بسرعة. بس لا تقولي انه المفروض نواجه هذا الشيء، بس لا تقولي لي هذا الشيء. أما ما تقولي لي هذا الشيء. أي هو 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 هي.
fuck am I gonna kill you? Come on. حرقك بالنار قضينا عليه جت قابل لحد قاوم لازم نهرب 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 حد يقول لي ساعدني نهرب مين اكو مهرب مين حتى ما تعرف وين رايح اصلا والله حتى ما تعرف وين اروح اصلا زين شنو قاتله ما بين المفروض اقاتله زين اهرب واقاتله لو شنو اسوي ما افتهم هاي غرفه مغلقه كنا قضينا عليه تقولي بعده بس لا تقولي بعد عافية فتشي طلع منه قضينا عليه عشان الوضع مو سهل صراحة طبعا ما ادرينا اصلا ايش سوينا وش اخذنا وبسرعة بسرعة وما افتهمنا شي للموجود هنشوف اشياء فوتناها لان خلصنا شكوم سوالف ما ادرينا سوينا اصلا شي عندنا مليان تقريبا ما عندنا شي اهم زين عندنا هالطلقات المطورة زين زين اصلا مين اطلع لازم ما ادري still alive هذا الشي بعد عايش هذا الشي بعد عايش هنلقم بالاسلحة الطلقات المتفجرة يعني الطلقات المتفجرة كانت فائدة إلى بين هذا الشيء اللي طلع من الوحش أصلا بعد عايش نقدر نصنع بعد هذا الشيء بعد عايش والله قمت سالفة الدوخ سالفة الدوخ صعد فوق طرف فوق ده يهرب منه هسه حنركض وراه بس خلينا نشوف الوضع هنا شنو لا هيك السالفة كان طلع اتوقع هو هذا النوام مال هذا الشيء اللي كان يهاجمنا ضينا عليه وبعد النواة مالته ما ندري شنو موضوع هذا الكائن الغريب اللي ما تنفهم سالفته من اصله ممكن يهاجمنا هنا أنا. صراحة ما نستبعد شيء كان هذا رهيب صراحة أكثر شيء فاجئ كان مسكة رهيب مواجهة إلى وين حتهرب Yes.
الناحية. كان غريب، شنو هذا؟ هذا النواة، الشخص مالت النواة. بعد لا ترجع عايش عافية، لأن اكتفينا منكم. نحول الطلقات العادية. شنو هاي؟ نحاول الطلقات الثانية. الطلقات العادية. اكتفينا منكم من أشياءكم الغريبة. بس هنزين وقفت. هذا الطلقات المسدسة، الطلقة البندقية، يعني كلها عندنا، ما يحتاج. هنشوف المكان قبل أن نطلع بسرعة، عشان أكو فيديو بي سي مهم أو شيء. نتفقد بس على السريع. أي مال حارق، لأن صراحة فقدنا هواية من طلقات الحارق. بس خلنا نحذر، خاف يطلع شيء منا. طلقات مسدس لقم. ما أتوقع يطلع شيء منا. لحظة، أكو شيء منا، شفت كأنه شيء ذهبي. طلقات بندقية لقمها. كل شيء عندنا جاهز صار. هذا هو. بس خلنا نطلع بعد أكثر من هيك. مواجهة الكائن كانت رهيبة. طلعنا للجراج. صراحة صدمنا هذا الشيء، الكائن. كوين هاواي. ما نعرف شنو الموضوع. ما تقولي بعد اكو قتال. بعد تعبنا يعني صراحة، دخلنا كمية قتالات ما صايرة. لا هذا الجراج يختلف عن ذاك الجراج، مو والله؟ ما ادري والله صراحة. لا يختلف، لا اي يختلف، غير جراج. تطوير هواية. زين ما التطوير لقينا. والله كان الموضوع مو سهل. هنا نعبر مو؟ هاي بالضبط. بس بعد ما نتوقع مفاجآت، لأن يعني ايش نتوقع بعد مفاجآت أكثر من هيك. ها وصلنا. زين، نزعنا القناع. كان القتال فظيع. بعدنا ما خلصنا قتال، وحنطب بعد قتال ثاني. لا nothing. بس your friends are all over the place. Did you get the stuff? Yeah. Now we just need to get the hell out of here. بس هاجمنا شيء غريب، زعيم رهيب. Follow me. أنا أبغى على القارب، القارب نرجع. وصلنا السبلايز. سهلة شو تموت ورا هذا كله. Done. You can go see her now if you want.
She gonna be okay? Yeah, actually. They're just kids. I know. What happened to us? Maybe we stopped looking for the light. Maybe. I'm gonna go check on the girl. Okay. والله قصة جيدة خطية لورا، بس نقلت حياتها. نشوف شنو بعد بالموضوع. رجعنا هنا فلاش باك فاير فلاي. Settle day 3. Bowen? Just me. What are you still doing up? I was changing Yara's bandages. Can't believe she's on her feet already. Yeah, well, scars are tough. What are they fighting about? Fuck you, Yara! I wouldn't leave you behind. Love doesn't want to leave Seattle. Owen invited them to come to Santa Barbara. That is very Owen. I figured you'd have talked him out of going by now. Actually, I'm going with them. But not if you come. What? He may fall for your little act with these kids. But I don't. There's nothing to fall for. Isaac's top scar killer suddenly had a change of heart. Nothing to do with Owen. Right. I haven't always done the right thing. You're a piece of shit, Abby. You always have been. I'm done with you. You want to do right by these kids? Get out of their lives before you screw them over, too. Oh, that could be. Fuck.
shirt. You okay? How's your arm? It's better than it was this morning. Love coming around? He will. Do you mind helping me look for him? He's pretty worked up. Sure. تمام خلينا نشوف بس الموضوع وياها وراها يمكن نتوقف. Lev. Lev, come back here, please. Why doesn't Lev want to go to Santa Barbara? He's worried about her mom, about what'll happen to her because of us. Should he be worried? He needs to focus on his own safety right now. What could happen to her? Sometimes parents are held responsible for their children's sins. But our mom is so devout, she'll probably be fine. Are there options for helping her? He can't convince her to leave. No one could. I'm more worried of what she'd do to him. Lev! Lev! I'm sorry! Lev! You know, I wonder if he saw this. He loves sharks. Loves sharks but hates the ocean, huh? He really opened up to you. We bonded over our shared fear of dying. You hear that? Geyser. Lev! Are you in here? Wow. Hey, it's okay. It's okay. She just wants to play. Hey, girl. What you got there? She won't hurt you. Okay, watch. Go get it, girl. وهو بعد المعالم هاي مال الاسماك القرش مطرقة والقرش الأبيض العظيم بعد القفص رهيبة صراحة. ها. Okay, one more time. Yeah, he's so fast. You want to try? That doesn't seem like a good idea. She's not going to bite, right? Nope. I promise. Okay. ندور على اللعب مالو شو الموضوع. She would love that. المكان رهيب صراحة. تفاصيل مالته رهيبة. بس إذا ننتظرها لو نمشي إحنا وشنو؟ غالبا ننتظرها. لا خلاص بعد أكثر من هيك كافي. أتوقع لازم نتحرك. Like this, she'd strangle him with her bare hands. How much did he tell you? Not much. I heard some of your people calling him Lily. For a long time, I didn't understand why he was questioning the laws or traditions.
when he explained to me how he felt inside, I told him he had to keep it to himself. I was hoping he'd snap out of it. He seemed fine for a while. But then he shaved his head. Like one of the men. It was suicide. Is that when you ran? First I screamed at him. I hit him. Find something to cheer him up. Come on. Kann ich schon schnell ein Gift schon? Why do you think he did it now? Shaved his head, I mean. Last week he got assigned his role in the community. He wanted to be a soldier like me, but they decided he was to be a wife. To one of the elders. It's tradition. Poor kid. Where is Santa Barbara? It's in California. Where's California? Okay, so look, this is Seattle, and this is Santa Barbara. And our island? It's too small to see, but it would be up here. So far. Yeah. Good. تمام أصدقائي، هنا راح نتوقف ونكمل بالحلقة الجاية من The Last of Us Part 2.